دعني أسألك عن وضع مستشفى القدس التي وصلها إنذار بالإخلاء، وتقول لي أن هذا مستحيل. أولا، أين يوجد مستشفى، أو توجد مستشفى القدس بالضبط، والإنذار بالإخلاء؟ أنا عارفة أن المستشفى فيها يعني 160 ألف من النازحين غير الجرحى. هل بالفعل سيتم إخلاء المستشفى، وتم قصف محيط المستشفى على ما سمعنا؟ التقارير التي اطلعنا عليها من شركائنا في العمل الانساني، جمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني، هو ان هناك بعض الضرر الذي اصاب مرافق المستشفى، خاصه في قسم العنايه بالقلب، وهناك ايضا يعني الاتربه والشظايا دخلت الى داخل حرم المستشفى، والى داخل ايضا اروقه المستشفى التي يقع فيها العشرات والمئات من الاسر النازحه. يعني كل انش، كل متر مربع من هذه المستشفى باستثناء غرف العنايه المركزه يفترشه الاطفال والنساء والشيوخ والاشخاص ذوي الاعاقه. هذا هو صوره الوضع الان. لذلك ما نطالب به هو ضروره تحييد المدنيين وتجنيبهم دفع الثمن في كل جوله نزاع، ضروره احلال وقف اطلاق نار انساني في الحال، ولا بد علاوه على ذلك من السماح بالدعم الإنساني والإغاثة من الدخول إلى قطاع غزة بشكل مستدام وبشكل آمن، يضمن للفرق الإغاثية هذا الدعم الإنساني المنقذ من حياتهم الآلاف في الحاجة إليه.